السلام عليكم ومرحبا بجميع متتبعي قناة إسهام تربوي. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح نموذج ثاني لفرض الاجتماعيات، فرض ثاني الدورة الثانية بالنسبة للمستوى الرابع ابتدائي. سبق لنا وحطينا لكم النموذج الأول على القناة وأيضا نماذج في مجموعة من المواد. بالنسبة لرابط تحميل الفرض غادي تلقاوه أسفل الفيديو داخل صندوق الوصف، وأيضا ستجدون رابط صفحتنا على الفيسبوك. إذا نبدأ بالتاريخ أولا، اكتب تحت كل صورة العبارة المناسبة: سكن عصري، لباس تقليدي، لباس عصري، سكن تقليدي. إذا الصورة الأولى كما تلاحظون فهي عبارة عن لباس عصري. بالنسبة للصورة الثانية فهي تعبر عن سكن تقليدي، لأن كيكون هذا السكن في البادية. بالنسبة للصورة الثالثة عبارة عن لباس تقليدي، والصورة الأخيرة اللي هي الصورة الرابعة سكن عصري. ننتقل الآن للتمرين الثاني، سلبي سهم بين العبارات والتعاريف: التحول التاريخي، المسيد، وسائل المواصلات. وسائل النقل مثل الدواب والسفن والسيارات والطائرات، إذا هنايا هي عبارة عن وسائل المواصلات. التغير الذي يحدث عبر الزمن في المنشآت والمعالم والملابس والعادات، إذا هذا تحول تاريخي. مكان لتعليم الأطفال القرآن الكريم والقراءة والكتابة كيتسمى المسيد. ننتقل ثالثا، أجب بصحيح أو خطأ: تفيدني الرواية الشفهية عن المسيرة الخضراء في تعرف حدث تاريخي وطني بارز. أكيد صحيح. الطائرة والمكوك الفضائي وسيلتان للمواصلات في الماضي، إذا خطأ في الماضي، ما كانش هاد الشيء، بالعكس هاد الشيء راه حديث، يعني هاد الشيء ولا عندنا دابا في الحاضر. رابعا، سلبي سهم بين العبارات وتتمتها: قوافل الجمال والبغال والحمير، المسيد في القرية والمدينة، القسم الذي ندرس به حاليا. قاعة للتعليم في الماضي، المسيد في القرية والمدينة. وسيلة للتنقل في الماضي، كانوا قوافل الجمال، يعني كان العديد من الجمال أو للعديد من البغال، يعني المجموعة ديالهم تسمى قافلة. القسم الذي ندرس به حاليا هي قاعة للتعليم في الحاضر، يعني الآن. ننتقل الآن بالنسبة للجغرافيا، سلبي سهم بين الخدمة والمرفق الذي يوفرها، إذا عندي النقل، العلاج، المعرفة، العبادة. هنايا محطة طرقية، مكتبة، مستوصف، مسجد. إذا بالنسبة للنقل محطة طرقية، العلاج مستوصف، المعرفة المكتبة، العبادة في المسجد. ننتقل الآن للصفحة الموالية، ثانيا سلبي سهم بين العبارات ومعانيها، إذا عندنا الغزل، سوق ممتاز، جهتي، المنطقة الجغرافية التي توجد بها مدينتي، قريتي، وتضم مجموعة من العمالات والأقاليم، متجر عصري يوفر مواد غذائية وتجهيزات وغيرها، إنتاج خيوط النسيج بواسطة أدوات يدوية تقليدية وآلية عصرية. إذا هنايا كيف ما كتلاحظوا، المنطقة الجغرافية التي توجد بها مدينتي، قريتي، وتضم مجموعة من العمالات والأقاليم هي عبارة عن جهة، يعني الجهة كيكون فيها هذا الشيء كامل. متجر عصري يوفر مواد غذائية وتجهيزات وغيرها، إذا هذا سوق ممتاز، يوفر المنتجات الغذائية وأيضا التجهيزات. إنتاج خيوط النسيج بواسطة أدوات يدوية تقليدية أو آلية عصرية، إذا هذا كيتسمى الغزل. ثالثا، صنف العبارات التالية حسب الجدول: غزل خيوط الصوف بالمغزل اليدوي، صناعة الجلد بالآلة، عصر الزيتون بالرحى، غزل خيوط الصوف بالمغزل الآلي. إذا غزل خيوط الصوف بالمغزل اليدوي واش مشهد صناعي تقليدي أو عصري؟ إذا أي حاجة كتكون باليد يعني فهو عبارة عن مشهد صناعي تقليدي. إذا غزل خيوط الصوف بالمغزل اليدوي، صناعة الجلد بالآلة، إذا هنا كاين الآلة، يعني مشهد صناعي عصري حديث. صناعة الجلد
بالآلة. أيضا عصر الزيتون بالراحة، إذا انت هنايا كنشدو هذيك الرحاة كتكون فيها واحد ديال الفوق، تنشدوها وتنبقاو ندوروها، وبالتالي فهذا مشهد صناعي تقليدي، عصر الزيتون بالراحة. غزل خيوط الصوف بالمغزل الآلي، يعني هنا كاين الآلة، يعني مشهد صناعي عصري. رابعا، أتميم الفقرة أسفل بإضافة الكلمة التالية: حدودها، الأنشطة، جغرافيا، الجهة، موقعها، والتنمية. إذن لمعرفة الجهة يتم تحديد موقعها ورسم حدودها ووصف مشاهد جغرافيا وإبراز دور الأنشطة التي تظهرها هذه المشاهد في تنمية الجهة. ننتقل الآن بالنسبة للتربية على المواطنة. صل بسهم بين العبارات ومعانيها. إذن عندنا الممتلكات العمومية، الممتلكات الخاصة، القانون، ملصق، أداة تواصلية للتعبير عن الأفكار والقيم والمواقف، قواعد لتنظيم وضبط سلوك الأفراد والجماعات لحماية حقوقهم والالتزام بواجبهم، أماكن والأشياء ذات المنفعة الخاصة كالمنزل والمحفظة والتلفاز، المنشآت والمؤسسات ذات المنفعة العامة كالحدائق والمستشفيات ودور الشباب. إذن أداة تواصلية للتعبير عن الأفكار والقيم والمواقف، إذن فكتكون عبارة عن ملصق. قواعد لتنظيم وضبط سلوك الأفراد والجماعات لحماية حقوقهم والالتزام بواجبهم، إذن القانون عبارة عن قواعد منظمة. الأماكن والأشياء ذات المنفعة الخاصة كالمنزل والمحفظة والتلفاز، إذن هادو كيكونوا الممتلكات الخاصة. منشآت والمؤسسات ذات المنفعة العامة، إذن هنا غتعرفوهم غير من الخاصة والعامة. الخاصة ممتلكات خاصة، والعامة ممتلكات العمومية. ثانيا، لون البطاقات التي تعبر عن المواطنة. إذا تخليد ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة، إذا نعم فهذه كتعبر عن المواطنة، إذا هذه غادي تلونوها بواحد اللون عندكم. انخراط العمل في العمل التطوعي، تنظيف مرافق الحي، نعم صحيح، حتى هي تعبر عن المواطنة. خصنا الانخراط أعمال تطوعية لتنظيف مرافق الحي. تقديم مسرحية بعنوان مع للاعتزاز بروافد هويتنا المغربية، نعم صحيح. إثارة الشغب داخل ملعب لكرة القدم وتخريب المنشآت العامة، إذا لا هذه خطأ. من فقط غتلونو هاد الثلاثة الأولين. ننتقل الآن للسؤال الثالث. ضع علامة تحت السلوكات التي تبين عدم احترام القانون. سائق يقود سيارته في الاتجاه الممنوع، إذا هذا راه كيدل على عدم احترام القانون. عدم احترام القانون الداخلي للمؤسسة، إذن خطأ، خصنا نحترموه. أطفال يسيرون في ممر رجلين، صحيح. الغش أثناء اجتياز امتحانات، لا، فهذا كيدل على عدم احترام القانون. إذن كنكونو قد انتهينا من تصحيح النموذج الثاني، الفرد الثاني في الدورة الثانية لمادة الاجتماعيات المستوى الرابع ابتدائي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما كل جديد. أتمنى لكم التوفيق، إلى اللقاء.